السلام عليكم. اليوم نتعرف على هذه الإقامة الرائعة التي توجد في وسط مدينة عنطايا، واللي هي إقامة خاصة فيها مجموعة تاع 30 فيلا من نوع الإقامات الأرضية على زوج طوابق، يعني من نوع ديبلكس، في تتقسم إلى جزئين، الجزء من الفيلات فيه 5 غرف والجزء الآخر فيه 6 غرف. ونشوف هنا الشكل الهندسي الرائع، يعتبر شكل عصري، والموقع جميل جدا حيث أنه قريب من كل الفاسيليتي، يعني في المحيط هنا الحضاري تاع المكان هذا. ويا ريت تكون فيه يعني إقامات من هذا النوع اللي في ولايات أخرى، وتعم هذا النمط العمراني، يعم المدن تاعنا. وإن شاء الله الأسعار تنخفض شوية، لأنه هنا السعر هنا في هذه الإقامة يعتبر غالي شوية، هو 3 مليار سنتيم لF5 و4 مليار سنتيم للديبلكس من نوع F6، يبقى ليس في متناول الأغلبية تاع الشعب الجزائري. إن شاء الله يكون فيها تحسين في العرض، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.